على وقع الأغاني يحتفل هؤلاء الصغار في مهرجانهم نموا الإبداعي الفني الأول من نوعه لتشجيع الموهوبين من أطفال المدينة حاملين شعار إبداعات السلام لأطفال تعز. نشكر كل القائمين على هذا الحفل. المهرجان كان يعني كله إيجابيات، كان يعني فرح للأطفال، يعني المهرجان جعلنا نخرج مواهبنا. رقصات غنائية وأهازج شعبية وعروض مسرحية تجسد واقع الطفولة وحاضرها، حيث تخلل المهرجان التكريمي الذي نظمه مكتب الثقافة وبدعم من مؤسسة توكل كرمان الدولية للأعمال الإنسانية كرسالة معهودة تميزت بها المؤسسة في رعاية الموهوبين في داخل البلد وخارجها في الوقت الذي غابت فيه السلطات المعنية عن القيام بذلك. تشجيع لمثل هذه المواهب كانت رسالة جميلة عن تعز السلام، عن أطفال السلام فيها، وهي رسالة نتمنى أن تصل للعالم ليسمعها ويتعرف أكثر على هذه المدينة المظلومة، لكنها مدينة مثقفة مسالمة محبة للحياة، كبيرة بأطفالها، كبيرة جدا بأطفالها وإبداعاتهم. الاهتمام بالطفولة ورعايتها وتنمية مواهبها وتشجيعها في الاستمرار أولوية كان للجميع ربما القيام بها، لكن الأبرز هو حدث اليوم الذي لفت الأنظار كما دعا لإقامة المزيد من هذه الأنشطة من أجل ضمان مستقبل مشرق تمضي نحوه هذه الفئة من المجتمع. حمزة أمين، قناة بلقيس.